هيؤدي بينا الى ايه؟ هيؤدي بينا الى مصيبه كبيره قوي. مش بس هيؤدي بينا اللي هي نمره واحد الايه اللي بدانا بيها، فهيؤدي بي الى الظلم. مظبوط. والظلم ظلمات يوم القيامه. لا، ده هيؤدي بي الى الضلاله، واخد بالك ازاي؟ ولا تطع من يقول ايه واتبع هواه وكان امره فرطا. فشوف اتبع هواه وكان امره فرطا. فرطا يعني ايه؟ عقد كده، يعني زي السبحه او زي العقد، ورحت قصص الخيط بتاعها، الحبات في كل حته اتبعترت، هتتبعتر. انا مش عارف رايح فين، مره هنا ومره هنا ومره، الله اعلم احنا رايحين فين. يبقى اذا الظلم هيتلوه الضلاله، والضلاله هتعمل ايه؟ افرايت الذي اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. يا خبر ابيض، مع انه عارف وعالم وكذا، ده يبقى الهوى هيتحول الى اله اشرك به ربنا رب العزه، والله يغفر كل شيء الا الشرك. يا ممكن هذا الهوى والميل الشديد والتعلق بحاجه معينه وبتشبث بالراي يتحول هذا العناد الى ما يشبه الشرك، يجعل من هذا الهوى اله لنفسه. ربنا بيقول كده، افرايت الذي اتخذ الهه هواه. وفي بقى نفسه هي مصدر التشريع والحلال والحرام، يعني ما هو مش ما التفتش لا الى شريع ولا تشريع، لا الى شريعه ولا الى تشريع، هو التفت انت عايز ايه؟ اعمل انت، عيش حياتك. اللي انت عايزه اعمله. اللي انت عايزه اعمله دي، حول مصدر افعل ولا تفعل من الاله الى النفس، الهوى. الهوى الهوى. افرايت الذي اتخذ الهه هواه واضله الله. الثاني بيقول ايه؟ ارايت الذي اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. يا ده ملوش حل خلاص. يبقى اذا انا بعد ايقاع الظلم في مرحله اسمها الضلال، وفوق الضلال في مرحله اسمها الشرك، وفوق الشرك في مرحلة اسمها الإدمان. على فكرة مش خلاص، حتى هو مش هيعرف يسيطر على نفسه، وهذه مرحلة قبيحة. شوف احنا بنعترض قد ايه وبنخاف قد ايه من حكاية الإدمان. الإدمان ده دمار، ده تدمير، تدمير في المال وفي الصحة وفي الحياة. طب ما هو الهوى كده. طب ما هو لو ادمنه هيضيع الدنيا. يعني التدرج يا مولانا بيبدا مع الشخص اللي هو ايه؟ متشبث برايه، بيعاند، يعني اللي هو بتاخده مع كبر، مع فقده للمعيار. تمام. يعني هو مش بيفكر خالص في المعيار ده. هو شايف نفسه صح على طول. وكمان هواه هو اللي يعمله، ولا يهمه الناس، ولا يهمه المجتمع، ولا يهمه هو فعله ده هيؤدي الى ايه؟ من الظلم، من الفساد في الارض. مظبوط. من الدمار، من التدمير. ربنا امرنا بعكس ذلك تماما، امرنا بالحب، وامرنا بعماره الارض، وامرنا بعبادته، وامرنا سبحانه وتعالى بالخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وامرنا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أنا أمام شخص معاكس، ماشي في الاتجاه المعاكس. آدي قضية الهوى. فالهوى كالهواء. أتاني الهوى. الهوى هنا معناها الحب الأولي، يعني كده أتاني الهوى قبل أن أعرف الهوى، فألفى قلبا خاليا فتمكن. لا القلب فاضي فقعد، فاضي راح قاعد بقى، واخد بالك؟ بس الهوى ده هو الرغبات والشهوات وكده اللي احنا بنتكلم عنه. تمام.